ابو البنات، المانيكان اللي هي المفروض مديحة كامل وهي بتقع من فوق باينة بوضوح، بالذات رجليها اللي باينة انها مش طبيعية. كازينو وبرضه فيلم كازينو بنت المانيكان اللي جوه العربيه واللي هي المفروض روبرت دينيرو. الحاسه 7. منى انت الحاجه الجميله الوحيده اللي فاضله. تاني هيقول لنا يحيى ومنى احنا ذكرين يا غبي. هاو بيفكر بالصيني. المركز الثقافي الصيني قدر يقرا افكار العصافير، لكنه كان محتاج يتعلم صيني علشان يعرف يقرا افكار اللاعب اللي قدامه. سكريمو في الجزء الثالث. الدوبلير بتاع سايمون كول بيبان بوضوح. اما الخطا ده اللي قال لنا عليه هو الصديق اسامة عبد الرحمن. هو الطلاق حلال ولكنه بغيض عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. صدق الله العظيم. مفيش آية بتقول كده، مفيش في القرآن حاجة كده، دي مش آية يا مولانا الله يسترها. حديث في وجه اسمه وجه الضعف من جميع النواحي كما ذكر المناوي في فيض القدير على إيدك اليمين. مستر بين الترانسميتر بتاع مايكل بيسجله بيه صوت الفيلم بيبان في ظهره لما بيشلح جاكيتة البدلة. أنكل زيزو حبيبي، زيزو المفروض بقى قوي من كتر قوته اتدفنه جوه النجيلة. بس باين بوضوح بطانة الحفرة اللي هو بيخش فيها، وباين كمان انها على شكل مربع. ولو بصينا كويس هنلاحظ ان لقطه وهو بيدخله وهو بيطلعه هي من نفس اللقطه ومتاخده من كاميرتين ومعمولها ريفرس. ماي سوبر اكس جيرفرند باين ان هو بعد ما سمع الشتيمه وفضل يكمل جري. لكن بعدها بلقطتين بيفتكر ان هو اتشتم وبيرجع تاني في توت الناس الغلابه. الايد اللي بتحرك القماشه باينه تحت القماشه. شازام وهما بيقعوا على الارض، الاسفلت غرقان تلج، لكن اللقطة اللي بعدها على طول التلج اختفى. دي الأخطاء اللي أنا خدت بالي منها. لو خدت بالكم من أخطاء تانية أو ليكم رأي في الأخطاء اللي أنا قلت عليها ياريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كمان كنت عايز أخد رأيكم في حاجة، هل أخطاء التتابع مهمة ولا مالهاش لازمة؟ شكرا للمشاهدة.